السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا. نتكلم معاكم النهاردة عن بعض الملاحظات وبعض النقاط البسيطة اللي هتساعدنا إن شاء الله بشكل سهل إن احنا نخسر أكبر عدد كيلوات من الوزن في وقت قصير جدا. أول حاجة مصادر النشويات، نحاول إن احنا على قد ما نقدر نبعد عن ثلاث حاجات اللي هم الرز والمكرونة أو الخبز، لأن دول خطر جدا وبيؤدوا لزيادة الوزن بشكل كبير. هنحاول ناخد مصادر النشويات بتاعتنا من حاجتين تانيين اللي هم الخضروات والفواكه. الافضليه طبعا بتروح للخضروات لان هي اقل في السعرات واقل في محتوى السكر وفي نفس الوقت اعلى في الالياف وبتدي احساس كبير بالشبع. الفواكه مهمه جدا طبعا ومفيده جدا، بس لازم نكون حريصين جدا في الكميه واحنا بناخدها لانها فيها محتوى عالي من السكر بجانب الالياف اللي هي الفايده اللي فيها. تاني حاجه يا جماعه مهمه نخليها معانا في نظامنا بشكل عام هي شرب الميه. لازم نشرب بمعدل من 8 ل 10 اكواب ميه على مدار اليوم. ده بيساعد بيعمل هيدريشن او بيخلي الجسم فيه دايما سوائل، ده بيؤدي ان ما يحصلش معانا امساك او مشاكل في الهضم. وكمان الفايده الاكبر اللي بنتكلم عنها النهارده بالنسبه لنزول الوزن ان هي بتدي امتلاء للمعده وبتدي احساس بالشبع. بعد كده بيجي معانا حاجتين مهمين جدا هما الملح والسكر. لازم ناخد بالنا من نسبة الملح في الأكل أو الملح اللي احنا بنحطه في أكلنا، لأنه خطر جدا بسبب احتوائه على الصوديوم اللي بيؤدي لاحتباس السوائل مع الوقت. الحاجة التانية اللي هي السكر. السكر مهم جدا يا جماعة ان احنا نحاول نتجنبه او نبعد عنه، لانه بناخد سعرات في شكل مباشر بترفع الجلايسيميك اندكس او بترفع معدل السكر في الدم، وده بيؤدي لزيادة الوزن بشكل كبير. بعد كده هنتكلم عن حاجة تانية مهم جدا ان احنا نظام الاكل او ان احنا بناكل ازاي. طريقة الاكل نفسها مهمة جدا، بتتمثل في حاجتين هقولهم بسرعة جدا. طريقة المضغ او اسلوب المضغ، لازم ناكل ببطء قدر الامكان، ده بيساعد في ثلاث فوائد. اول فايدة هي تحسين الهضم، ان ما يحصلش عسر هضم بالنسبة للمعدة، لان لما تدخل كتلة اكل كبيرة جوه معدتك هيكون اكيد هضمها صعب. تاني نقطة اللي هي امتصاص الأكل أو الفايدة اللي بناخدها منه. أكيد لو قطعة لحم حجمها صغير بيكون معدل الامتصاص أو سطح الامتصاص بتاعها المعرض لامتصاص الفايدة بيكون أكبر. لما تكون قطعة كبيرة انزيمات المعدة مش بتوصل ليها بنفس الكفاءة فمش بتمتص نفس الفايدة. باختصار جدا نحاول نمضغ الأكل بشكل كويس. الفايدة الأهم بالنسبة لموضوع نزول الوزن هي إن بتدي إحساس للشبع. في طريقتين بيوصلونا يا جماعة للإحساس بالشبع. الطريقة الأولى هي طريقة المضغ، إن احنا نمضغ من 20 ل 30 دقيقة أو ناخد أكلنا وجبتنا من 20 ل 30 دقيقة وخصوصا وجبة الغداء. ده بيحفز السنسورز أو حساسات أو مراكز الشبع في المخ ان هي تدي احساس للشخص ان خلاص انت كده وصلت لمرحلة الشبع، بدلا من الاعتماد على ان احنا نستنى لحد ما نوصل لمرحلة امتلاء المعدة بشكل فعلي، لان ده بيكون خطر جدا. تاني حاجة في اسلوب الاكل ناخد بالنا منها هي